وللمزيد عن سير عمليات التصويت بانتخابات الرئاسة الأمريكية انضم إلينا من نيويورك ياسر نور الدين ومن فرجينيا كريم يسري. ياسر وكريم أهلا ومرحبا بكما. والبداية دعنا نبدأ مع ياسر. ياسر يعني بعد التحية، ما هي المستجدات؟ هل هناك أرقام ظهرت عن زيادة أعداد المصوتين في التصويت المبكر أم لا؟ ما هي آخر مستجدات التصويت في الانتخابات الأمريكية حتى الآن؟ في البداية أهلا بيك محمود، أهلا بالسادة المشاهدين. زي ما تفضلتم وزي ما قالت نانسي إن فعلا الأعداد في زيادة مستمرة. الآن يتفوق أو العدد يزيد كثيرا عن 90 مليون. هناك أعداد قادمة سوف يتخطى هذا العدد أو تخطى بالفعل الأعداد التي كانت في 2016. كل المؤشرات تقول أن هذه الانتخابات انتخابات مختلفة تماما. الناخبين الآن يخافون من كورونا، يعني الوضع من ناحية كورونا كما نعلم جميعا ليس بالجيد، فكان الانتخاب أو الاقتراع عن طريق البريد أو حتى الانتخاب المبكر، لأنه لا أحد يعلم من الممكن يتم إغلاق في أي وقت من الأوقات، فكان ذلك يعني حيلة أو كان ذلك دافعا قويا للناخبين أن يعني ينزلوا، خصوصا أن هذا اليوم وغدا الطقس مناسب للغاية للاقتراع، وهو أيضا يوم عطلة، اليوم وغدا عطلة، فالاقتراع في هذه الأيام مناسب جدا للناخبين. المواطن الأمريكي على وعي كامل بما هو قادم، يريد في هذه الأوقات أن يخرج من الاقتصاد أو الجائحة وما ترتب عليها من بطالة كبيرة. هناك وعي كبير محمود من الناخب الأمريكي في الذهاب إلى صناديق الاقتراع والانتظار للرئيس القادم والذي سوف تكتب له شهادة لأربع سنوات في اعتلاء البيت الأبيض. ونعلم جميعا المؤتمرات والأحاديث والتراشق بين كلا المرشحين للفوز بصوت الناخب والفوز بمقعد البيت الأبيض في لمدة 4 سنوات قادمة. نعم، الزميل ياسر نور الدين كنت معنا من نيويورك، شكرا جزيلا لك.